السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير يا ربي، ومرحبا بكم في قناتي. كما كتشوفوا المكونات اليوم إن شاء الله غادي نصوبوا واحد البسبوسة رائعة صحية بالبرتقال. فنبداو على بركة الله. بخصوص المكونات، عندي ما يعادل 3 الكؤوس ديال السميدة الرقيقة، اللي هي هنا كيقولوا لها سيمولاينا، كتكون رقيقة 3 الكؤوس، وعلى حسب نوعية ديال السميدة فكاين اللي كتجي رقيقه، كاين اللي كتجيب على حسب اي بلد. فانتوما غادي تجمعوا الخليط يتجمع لكم. فانا عندي هنايا درت 3 الكؤوس سميده رقيقه، درت كاسونس ديال الحليب، درت ما يعادل كاس ديال البرتقال، درت نص كاس ديال السنيده، جوج بيضات، درت نص كاس ديال الزيت، وعندي اللي هي البيكنج باودر ما يعادل 2 معالق كبيره، وقبصه ديال الملح. فغادي نبداو على بدايه الله. فعلى بدايه الله راه عندي هذه، غادي ندير فيها المكونات. غادي نبداو بجوج بيضات، غادي نضيفو عليهم ربع كاس ديال الزيت او نص كاس. انا كندير السكر اللي هو الاسمر او براون شوغر. فنحاولوا غادي نخلطوا المكونات معنا مزيان حتى تتجانس معنا العناصر، ونخلطوها مزيان باش نكملوا بقيه المكونات. كما كتشوفوا غادي نبقاو نخلطوا بهذه الطريقه هذه باش يتجانس لينا السكر مع البيض. من بعد ما خلطنا غادي نضيفو الزيت، نرجعو نخلطو مزيان. وكما قلت لكم هذه البسبوسة هذه كتجي هائلة رائعة وصحية في نفس الوقت. غادي نضيفو كاسونس ديال السكر ديال الحليب، وكيما كتشوفو كنضيفو المقادير بشوية بشوية. غادي نضيفو كاس ديال البرتقال، ما كنضيفو حنا كنخلطو، ورا غادي نضيفو 3 الكؤوس ديال السميدة الرقيقة. وهنا كتجمع معنا العناصر، كتشوفو في هذا الشكل هذا. كما قلت لكم على نوعية ديال السميدة، إذا اجتمعت معاكم ما اجتمعتش معاكم كتضيفو نص كاس أو ربع كاس تتعقد معنا شوية. غادي نضيف دابا ما يعادل جوج معالق كبار ديال البيكنج باودر أولا الخميرة ديال الحلويات باش تنتفخ لينا شوية البسبوسة ديالنا، ونتابعو تخلاط كيف كتشوفو. كتشوفوا بعد ما خلطنا البسبوسه ديالنا، هذا هو المول اللي غنحطها فيه. دهنيها يعني بامكانكم تدهنوها بالزبده اولا بالزيت، وغادي نخويو بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا.
كما كتشوفوا المول ديالي من بعد ما خويت البسبوسه ديالي غندخلو الفران ونخليها حتى طيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. كما كتشوفوا البسبوسه ديالنا خرجناها من الفرن، فانا غادي نزينها بالعسل، تكون نوعيه مزيانه عندكم اي عسل يكون طبيعي، وبمسحوق جوز الهند اللي هو كوكونات باودر اللي هو حنا كنقولوا ليه في المغرب الكوك. فعلى بركه الله انا غادي نزوقها بالعسل كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا محدة سخونه بحال ندير ليها العسل ديالي. ما كيبغيش العسل يزونها يعني يزوقها يزولها يزوقها باش ما بغايا الشكلاط، يعني على حسب المتواجد عندك في البيت. كما كتشوفوا طريقة التزيين على هذا الشكل، هذا غادي نبقى بنفس العملية حتى نزوق الجوانب ديال البسبوسة ديالي كلها بالكوكونات أو بجوز الهند أو بالكو كيف قلت لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالي كيف كتشوفوا، نتمنى تكون نالت اعجابكم وان شاء الله ما ترددوش بانكم تجربوها، راه كتجي هائله بصراحه. وغادي نقطعها معكم باش تشوفوا كي كتجي هشيشه حتى من الداخل. من بعد ما زوقنا البسبوسه ديالنا غادي نقطعها انا قطع تكون صغيره، نتوما فيكم ديروا الشكل اللي بغيتوه مثلثات او لكم الاختيار. كنتمنى تكون هذه الوصفه ديال اليوم نالت اعجابكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مع وصفه جديده او زياره مكان جديد.